صباح الخير المشاهدين ديالنا، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد كنصوروا لكم الكوزينه هذا الصباح. يلاه الصباح يلاه فخنا مازالين، يلاه فطرنا. المهم رجعنا لكم فيديو جديد. رحمه هي حزمه ومرزمه بحال كذا عجن باش طيب الخبيز في الفرن اللي صوبنا. دابا ان شاء الله غادي تشوفوا معنا العجينه، شوفوا معنا الفرنه، شوفوا معنا الخبيز كيفاش غتخرج. دابا سدينا على داك الشخايخ مزيان، دابا غتجي الخبز محمره ومقرمله. صباح الخير مشاهدين ديالنا، كي صبحتوا لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وعلى خير. غنشعل في الفرن ان شاء الله اللي صوبت والبارح، ودابا راه نشفت شويه مع كاين الغيام نشفت شويه، وغنصوبوا ان شاء الله فيها طاجين ديال الحوت. ها هو الحوت جبتو، اي نديرو فيها شي طويجن. طويجن ان شاء الله ديال الحوت وغدا تقليدي، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله. غادي نحنك المداوي ياك، بقى واحد شويه التراب ديال غادي شويه التراب، غادي نحنك نحنكو به المداوي العجل والبقره. وتابعوا معانا خميره بلديه، خميره بلديه ضروري منها، ضروري. الناس اللي ما كيديروش خميره بلديه، ديروا خميره بلديه، ديروا خميره بلديه، خميره بلديه صحيه صحيه. الناس اللي كيديروا سنيده في العجينه الله يهديكم، اش ديروا سنيده؟ السكر، بعضهم السكر، بعضهم السكر والملحه. الطحين اللي طحن داك النهار هو هذا اللي صوبنا انا وياك. اي مخلط. انت قلت للمشاهدين حنا هذا الزرع هذا غنصوبوه بيدينا ونطحنوه وناكلو الخبز ديالو. ضروري نصوب خبيز. دابا انت غتعجن، انا غنمشي نشطى. واخا نتلاقاو في الفرن. لا نصوب المداوي. المهم انا غنمشي دابا نخرج كسيبه ايه ونشطب. نخرجوا الغليمه ديالنا لبرا، نعطيوها الماكله برا وصافي. ما كاينش فين نطولوها، ما الرعية والو، غير الرمله هنايا. هاد العام راكم عارفين الجفاف، دابا غنخرجوها لهنا نربطوها في هاد زويتنا ونعطيوها شويه تبن.
ايوا كما شفتوا معنا المشاهدين، انا ساليت الشطاب شويه التمارة ورحمة سالت العجينه، قرا واحد شويه التراب من الفرن. دابا غادي ديروا هنا المداود، صوب بين الرقع بين شويه المداود باش ما يضيع التراب. ايوا هذا الشيء اللي كاين، تبعوا معنا ندير له بحال البارح وصافي. ندوزو شويه في التبن. دابا هاد التراب هذا كيشرب كيشرب، خصو ضروري الماء. التراب غزال هذا ولكن ما كيتشقش، كيكبس كيولي بحال السيم. داك نهار نهار اللي صوبنا الفرن ما خلاتش في يديا هاديك برومي في الشوك واقيلا. الشوك خامرة هاي سفرة مزيان الخدمة، كيعطي الطعام حتى البارح كان زوين. ديال ديال التصوان الفرنة كان زوين. النهار شحال الشغاوي اللي عندنا؟ خلقنا في البادية وكبرنا في البادية وقرينا في البادية وما يغلبناش هاد الشغل هذا. هادشي ساهل، هادي غير رياضة، رياضة بلا فلوس. دابا كاين اللي كبر في البادية وخلق فيها وعاش فيها، كاين ما كيعرفش ندير حتى حاجة، كيتنسالو داكشي. ها رحمة تصوب المداود، هادو هما المداود كنوكلو فيه من البقار، المداود العروبية كنصوبوهم من التراب. وكاين اللي يبني بالسيمة عاود كيدير المداود بالسيمة. هادو ديال التراب خصك كل مرة ديما تجددهم، كيبقاو ينطحوهم بقرونهم ويريبوهم. هادا عاد صوبناه في الصيف عام الأول ياك يعني. ها هو بدا يبان الحجر، العجل شوية يبقى يبان الحجر، خصو يتعاود بالتحناك. احنا سالينا دابا المدود، ها هو شتو كيولا زوين، ولا واعر. وهذا تا هو ترقع شويه، كان واحد شويه مازال مزيان. صافي سالي التراب وباقي التريب، المهم داك التريب ساليناه. دابا غنمشيو للفرنه باش نشعلوا العافيه. دابا في الفرنه، ها هي الفرنه جاهزه للطبخ، ها المغطايه بليديده مغطيه. جات هي هذيك، جات هي هذيك، كي جات زوينه. ها هي الفرنة اللي درنا فيها العافية، بدات تقدس. مريت الغية ما هي كقدساتها اليومين. خمرت بزاف. لا خصوصي ضربت في يدك الهاب هاد العافية، تراي ما كيخرج لنا سوا. ما شاء الله ما شاء الله، هاي الخبيز رحمة كيف العادة كتبدع. الخبيز ما شاء الله. دابا غادي نتسناو الطويجن ديالنا يطيب. ها هو في الفرن الطويجن، ديرناه في الفرن ديال الحوت، وغادي نتغداو ان شاء الله في هاد البليصه. وعمي احمد جا من الحيينة، جا من راس الواد. ها هو جا من راس الواد. وعلى سلامتك. الله يسلمك. كي دايرين داك الناس؟ لاباس. وداك البلاد تما مزيانه؟ كيعدي ويسلك وما والو. قضيه عطشانه. ايوا قضيه باسله. حنا واقيلا شويه عليهم. ايوا حشوية. الحمد لله الحمد لله. عند البيار. بيار موجودين وخاويين. ايوا لا كاين هذاك ذا البطمة. تبارك الله. هو تورد البغال منه عشية. تبارك الله أكثر من نصفه ذا الماء. لا لا هذاك فيه الماء. فين؟ في البطمة البحيرة ذا. البير ديالكم. بابك. تحت البحيرة. يوم منين جيت مع الطريق ما والاخر عاود يعمروا منه هذا منه لتحت عاود حشويه.
قلت لك جيت مع الطريق ما ضربوك لا الدراري لا والو. واه يضربوا لي على الدراري دراري السرة لينا بز. فجابك الله دابا تغدى معنا، جيت معنا غدا قد قد. خلاها ستيا دخلتيا واش تقول لك؟ جيب داك الطويج نجيب دغيا. جيبو عند الرماية، جيبو بالرماية وكلشي. هاي 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 كيجاك الطاجين؟ يا سلام كيجاك الطاجين ديالي؟ تبارك الله هذا الشيء محمر يبان. يعطيك الصحة حنا وياك. طاجين الحوت الصحة يا السمك الطري والريحة د الحوت. يا سلام يا سلام يا سلام. طوماطو غيت عايبة. بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. ما تسع وقيل مرغو هاي ما تسع الهبيرة دي زوينة هاد الهبيرة دي ان شاء الله نخليهم بخير باش نحنا ناكلوه وما يمشيو شغلي. هذا المشاهدين ديالنا كما شفتوا معنا حنا حطينا الغديوه ديالنا دابا غادي نتغداو كما شفتوا تمارات الصباح دابا غنبردوا في قلبنا في الماكله هذا الطويجن جاب الله عم محمد غيعاوننا فيه. ما قلتناش انا ماجي قلت لينا الصباح. ان شاء الله دابا غادي ناكلو. شكرا لكم بزاف، شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا على التعاليق ديالكم والهلاي خطيكم علينا. كنبغيوكم بزاف وهذا الشيء اللي كاين. كنبغيوكم بزاف وتبارك الله عليكم وهاي رحمه غتودعكم. شكرا مشاهدينا وانا غنتغدى. شكرا على المتابعه بلاتي. نبداو انا وياك كل غير فيها شكرا فيها كسر الخبز كسر. بسم الله شكرا على المتابعه ديالكم وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات الجايين ان شاء الله يا ربي. اخبيني تمام ونتمنى يعجبكم الفيديو وشكرا. شد معايا جبد ها تديها لك وانا نديها لك. فين حقي انا؟ عم احمد قل للمشاهدين الله يعنيكم. اي والله يودعكم بالخير. هيا الخوت قل لهم يجيو يتغداو الا بغاو. لا لا ما يجيو.